السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتيتكم بكيفية إدخال الأرضية في خصوصا ستارسات 2070 و 2070 اتش دي برو. هناك الكثير تلقاو مشاكل في هذا الجهاز، وهو سهل على كل حال. أولا ندخل تردد الأرضية اللي هو 11680 27500 أفقي، ثم نبحث عن الأرضية ثم نقف عليها وبعدها نضغط على الزر الأخضر في الريموت كنترول الكوموند، يظهر لنا مكان إدخال البيس، ثم نضغط على أوكي ومبروك عليك. كان هذا شرح مختصر للحصول على الأرضية في هذا الجهاز الصغير ستارسات. وشكرا للجميع.